كثير من الآراء القانونية اللي طرحت خلال هذه الفترة من يوم أمس تقديم الاستقالة والموافقة عليها من قبل رئيس مجلس النواب العراقي ولغاية اليوم، منهم من قال إنه الاستقالة أصبحت قانونية وصحيحة ونافذة، منهم من قال إنها غير قانونية وغير نافذة. أنا أقول لك هنالك قانونين نظموا عملية الاستقالة. القانون الأول هو قانون رقم 49 سنة 2007، وهذا قانون يسمى قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي. في المادة الأولى منه حدد إنه الحالات التي يتم فيها انتهاء عضوية أعضاء مجلس النواب العراقي، ومن ضمنها جعل الاستقالة، ولكنه اشترط شرطين حتى تحصل هذه الاستقالة. أولها بموافقة أعضاء مجلس النواب العراقي بالتصويت عليها بالأغلبية المطلقة، يعني إيش؟ بالنصف زائد واحد، يعني ما يمثل 166 نائب. والشرط الثاني أن تمضي على عضويته مدة لا تقل عن سنة. وهذين الشرطين حقيقة لم يتوفر لغاية اليوم، يعني مجلس النواب العراقي لم ينعقد لمدة إلا لبضعة أشهر لو حسبناها من يوم أداء القسم. وبنفس الوقت إنه التصويت على عملية الاستقالة والموافقة عليها لم يحظى. القانون الثاني اللي نظم مسألة أو تكلم عن موضوع الاستقالة هو قانون مجلس النواب العراقي لسنة 2018. طيب هذا ماذا ذكر؟ ذكر الحالات التي يتم بها انتهاء العضوية، عضوية عضو مجلس النواب العراقي. من ضمن هذه الحالات قال الاستقالة لم يرفقها بشروط معينة. البعض من القانونيين قالوا إنه طالما إنه هذا القانون صدر ب 2018 وذاك القانون كان صادر ب 2007، إذا يفترض أنه هسه الاستقالة تصبح مشروعة لأن ما بها شروط. طيب مو أكو حالات سابقة عذرا للمقاطعة، مثلا السيد أسعد العيداني عندما استقال لا مرت عليه سنة ولا صوته بالبرلمان، مجرد توقيع السيد رئيس مجلس النواب فصلت عضويته وبقى محافظ للبصرة. هذا كان لو طعن بهذه المسألة أمام المحكمة الاتحادية العليا كان ردت واعتبرت استقالته استقالة غير قانونية. هسه تسألني ليش؟ لأن إحنا عندنا من الناحية القانونية حتى يصار إلى تعديل نص أو إلغاءه أكو طريقين، أما أنه نفس القانون يقول هذا النص أصبح ملغى أو لا يسري مفعول هذا النص، أو أنه يستبدل نص مكانه مكان النص القديم، هذه واحدة، أو يأتي القانون الجديد بفقرات وكلمات وعبارات تناقض ما ورد في النص القديم، وبالتالي يصبح هنالك عندنا إيش؟ الإلغاء يسموه الإلغاء الضمني، يعني الإلغاء يا أما يكون إلغاء صريح يا أما يكون إلغاء ضمني. طيب. هذه الحالتين ما وجدت، فبالتالي إذا موضوع ذكر الاستقالة في قانون مجلس النواب العراقي لا يعني ذلك إلغاء ما ورد في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي لسنة 2007، وبالتالي ذاك القانون ما زال ساري. صارت هواي آراء بالنهاية الاستقالة قانونية لو مو قانونية؟ لا مو قانونية، مش قانونية.